السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا في مهرجان المزامزة الجنوبية لتبوريدا اللي كيتنظم في النسخة ديالو الأولى تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد. هذا المهرجان اللي كيتنظم بشراكة ما بين جمعية ياقوت العيسي الممثلة في شخصية الحاج رزقي الصغير وجمعية الوفاق والتعاون الممثلة في شخصية صابر مصطفى. الحمد لله عدد السرب المشاركة في هذا المهرجان عندنا 18 سربة تمثل جميع المناطق يعني التابعة للإقليم. وهذا العام حظينا بشرف يعني بشرف استقبال سربة جاتنا من سيدي قاسم بمقدم ديالها السي عبد الله بن مبيه اللي كتأتت المهرجان ديال هاد ديال تبوريدا. الشعار اللي حطينا لهذا المهرجان هذا هو تبوريدا فن أصيل من جيل إلى جيل، ولها أهداف مسطرة للبرنامج الحمد لله. هي أولا التعريف بهذا الموروث اللامادي، والهدف الثاني هو يعني تحبيب هذه الأجيال في فن الفروسية. كاينة 18 سربة تمثل جميع المناطق التابعة لإقليم سطات، وعندنا سربة اللي جاتنا من سيدي قاسم للمقدم ديالها السي عبد الله بن مبيه. كان لقد بلغ إلى علمنا بوفاة واحد الفارس الله يرحمه في هذا النهار هذا يعني في الموسم ديال مولاي عبد الله، واللي حز في الأنفس ديالنا هو أن السيد توفى يعني، وفي ليلة الصدقة ديالو المهرجان يعني قام بتنظيم أمسية فنية بات يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نستنكر هذا السلوك كما سبقت وقلت. الهدف الأول المصدر لهذا المهرجان هو يعني تحبيب هذه الناشئة هذه والجيل الصاعد إن شاء الله في الفروسية وفي التبوريد، باش نحافظوا على هذا الموروث يعني من جيل إلى جيل. بغينا هاد الناس اللي كاين دابا يسلموا المشعل للأجيال القادمة إن شاء الله. لا تفوتني الفرصة. بغيت نوجه الشكر وجزيل الشكر إلى السيد عامل الإقليم سطات على المجهودات الجبارة والتعليمات ديالو اللي تعطات بأجل إنجاح هاد التظاهرة هذه حتى تضاهي أكبر المهرجان في المغرب. كما لا تفوتنا الفرصة في توجيه الشكر الجزيل إلى السيد رئيس جامعة مزامزة السيد محمد قربال على المجهودات الجبارة وعلى كل ما بذله من غالي ونفيس من اجل انجاح التظاهره. شكر موصول للناس ديال الوقايه المدنيه، قوات المساعده، الدرك الملكي، رؤساء جماعات اللي تاهما ساهموا يعني دعمونا بما هو لوجيستيكي، رئيس المجلس الاقليمي، وكان يعني كنشكروا الجميع. كل 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 من مد لنا يد العون نوجه له الشكر الجزيل. وشكرا لكم. كنطلبوا من الجمهور يحج بكثره يعني باش يستمتع باللوحات الفنيه اللي كتقدم هذا الصوره المشاركه، وعلى راسها السربه ديال السي عبد الله بن مبيه اللي كيقدم يعني لوحات رائعه جدا. في الختام كنوجهوا رساله شكر وتحيه وتقدير وامتنان الى ممثل السلطه المحليه السيد القائد على المجهودات الجباره، المجهودات يعني الجباره اللي كيقوم بها، ويعني والتغطيه ديالو والحضور ديالو الفعال في الميدان. كنشكروا اللجنه المنظمه، وكنشكروا كل من ساهم من قارب او من بعيد في انجاح هذا الموسم